وللحديث عن استمرار القصف والهجمات الإيرانية على شمالي العراق ودلالاته معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. مرحبا بك معنا سيد كاظم. شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. ماذا يعني استمرار القصف الإيراني المدفعي على مناطق شمالي العراق على مدار 6 أيام، مما أسفر عن أكثر من 13 قتيلا و 58 جريحا؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة. طبعا استمرار قصف المناطق النائية وليست حدودية كما كانت في السابق، يعني مناطق حدودية ربما فيها يعني عناصر منفلتة غير خاضعة حتى لحكومة إقليم كردستان العراق أو حكومة الاتحادية. نعم، يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد كاظم. نعم سيد كاظم، تفضل. نعم. تفضل. أما ما يذكره الجانب الإيراني من استهدافه لحركات أو لأحزاب معارضة إيرانية، فإن مواقع استهدافهم جدا بعيدة عن الحدود العراقية الإيرانية، أي أن ليس لديهم أي تماس أو ممكن تأثير على داخل الإيراني عن طريق إما استهداف الأمني أو ما يسمونه بأنهم يمدون حركات احتجاجية في داخل الإيراني، فلا توجد أي اتصال أو وسيلة من هذا القبيل. ثم أن حكومة إقليم كردستان العراق هي مسؤولة بدرجة أساسية على هؤلاء، يعني في تحت سيطرتهم، تحت يعني كنترولهم، فلا يستطيعون أن يتحركوا هكذا تحركات التي تدعي الجانب الإيراني أن هؤلاء هم من يفعلون أمور يعني تهدد أمن القوم الإيراني. يعني أي سائل يتساءل ما دخل هؤلاء بمن يلقى قبض عليهم من الحركات الاحتجاجية في مناطق واسعة في إيران كبنت اليوم، يعني أثير أنه بنت الرفسنجاني قد ألقي مثال على ذلك، ما دخل هؤلاء الأحزاب مع بنت الرفسنجاني وغيرهم؟ فإذا لا توجد صلة مباشرة، حتى وإن كان هناك بعض الأمور تتعلق يعني عن طريق البيانات أو مشاركة على السوشيال ميديا، فهذه الأمور لا تستدعي نهائيا. نعم. أن في النهاية كما يقول المراقبون سيد كاظم، هذا اعتداء، يعني اعتداء سافر كما يقول المراقبون. والمشكلة أيضا أن أي رد من بغداد، من الحكومة في بغداد، لم يلاحظ خلال هذه الأيام. والسؤال هنا عما يعنيه ذلك سياسيا، عدم وجود موقف تجاه هذا الحدث. طبعا من المستغرب في يوم يعني انعقاد البرلمان العراقي وذهاب استكمال تشكيل الحكومة العراقية، وأن أحزاب الكردستانية خاصة الحزبين الرئيسيين عندما غيروا رأيهم بالذهاب إلى نحو أحزاب شيعية يعني إطار التنسيقي من أجل تشكيل الحكومة العراقية، نرى في نفس اليوم يعني تضرب مناطق في إقليم كردستان العراق. يعني هذه الضربات وإن كانت يعني أبدا غير مبررة، وحكومة العراقية لم تستطع أو لم تقم بما يعني قيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية وحتى الإنسانية، أن بإزاء هؤلاء المتضررين، هم يعلمون أن هناك مقرات لأحزاب المعارضة الإيرانية وهي خاضعة بحكم اتفاقيات دولية كاتفاقية جنيف وإلى آخره من اتفاقيات. إذا الجانب الإيراني قد تمادى بشكل كبير ولا يعني تستمع حتى لطرق دبلوماسية بالتعامل مع هكذا ملف، فهناك وزارة الخارجية وهناك جانب حكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، ولديهم يعني تنسيق فيما يسمى بمحاربة داعش ما بين كل هذه الأطراف، فلماذا هناك تنسيق في أمر ما ولا توجد نفس التنسيق في جانب آخر؟ السؤال أيضا عن موقف السلطات في كردستان العراق من هذا الاعتداء،
هل ما جرى من مواقف وتصريحات كافية أم أن الأمر يتطلب ربما ردا على هذا العدوان؟ طبعا بالنسبة للبيانات واستنكار من قبل حكومة إقليم كردستان العراق والأحزاب السياسية، هذا الشيء وارد في كل مناسبة أو في كل استهدافات متكررة، ولكن بالنسبة للشعب الكردستان والشعب العراقي عموما هم يطالبون بيعني إجراءات وأمور أكثر مما تجري على يد الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق، فهي غير كافية بدليل أنها الضربات هي قائمة ومستمرة ولن تتوقف بإزاء هكذا بيانات أو استنكارات أو استدعاء سفير أو يعني من هذه الأمور غير كافية بتاتا، بل لابد من الذهاب إلى أمور أخرى، منها يعني تقديم شكوى في الأمم المتحدة. ثم هناك نقطة جوهرية لابد من التطرق إليها بالنسبة للجانب الإيراني والجانب العراقي. أمن القوم الإيراني وأمن القوم العراقي يعني في مصلحة الجانبين حفاظ عليهما، فاستهداف إيران المتكرر للأراضي العراقية سوف تدفع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق ببحث عن جانب يتقوى به ويسانده في الحفاظ على السيادة الوطنية العراقية ضد هذه الهجمات وغيرها. وهذا الجهة أكيد هي الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف إيران تدفع الأمور في العراق بأن يتحول المشهد الأمني إلى مشهد دولي بمواجهة إيران؟ فهذه مفارقة عجيبة غريبة. فإذا الجانب الإيراني عليها أن تعي جيدا أن الساحل العراقية فيها يعني دول أخرى ومحاور أخرى، يعني عدم تصعيد الأمن ملف الأمني في العراق في مصلحة إيران وعراق على حد سواء. نعم، لكن هذا ينقلنا إلى موضوع أخطر من ذلك، وهو أن طالما أن هناك تبعية للعراق للخارج فإن المآلات ستكون دائما وفق ما نراه، اعتداء كما تتفضل وعدم القدرة على الرد بطريقة تحفظ كرامة العراق وتحفظ حياة أبناء الشعب العراقي الذين قتلوا بهذه الطريقة. طبعا الأصل أن يعني حسن الجوار والتعامل بحفاظ على مصالح العراقية والإيرانية هذا هو الأصل، ونحن بعد 2003 كنا نتأمل هكذا أن تجري الأمور، أن تستقر الأمور لمصلحة الشعبين الجارين، ولكن يبدو أن الأمور ليس كما يظنه العراقيين أو ليس كما تتمناه أبناء الشعب العراقي من تبادل مصالح وإلى آخره، بل المتضرر دائما الشعب العراقي. ونحن لا نأمل ولا نتفائل أن تجري صراعات دولية وإقليمية على أرض عراقية، المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي ومصالحه ومصالح مستقبل أبنائه. فكما رأينا أن هناك من بين القتلى عنصر من الولايات المتحدة الأمريكية، لا ندري يعني بطبيعة الحال من أين أتى إلى آخره، ولكن إلقاء يعني الضوء والضغط باتجاه هذا العنصر الوحيد لربما فيه دلالات أمنية دولية إقليمية تجاه إيران من أراضي العراقية. فإذا لابد أن تكون هناك المصلحة العليا للبلاد هي في واجهة الأمر في هذه المرحلة، وعلى الحكومة العراقية القيام بواجباتها سريعا لكي تحافظ على السيادة العراقية ومصالح أبناء الشعب العراقي، ولكي لا تتدهور الأوضاع الأمنية وتدخل العامل الخارجي وتتنافس أو تتحارب في أرض العراق ما بين يعني أمريكا وإيران. نعم. وتذهب مصالح أبناء الشعب العراقي في شكرا. هذه الحساسة التي أشكرك الباحث السياسي السيد كاظم ياور، كنت معنا من أربيل، شكرا لك.